اخي اخوي سير يا فاتك مواضيع يا ابو ابو عماد والله يا فاتك مواضيع اليوم فاتك مواضيع وانت مقيل انا وبالعكس ما فاتي ولا موضوع لا كنت هناك انت يوم كنت هناك قصدك لا مع جوالي تبع البث كان وين منك غرفتنا ها احنا عقب ما طلعنا من المطبخ ما غيرنا شيء ما معنا اي احد ايه ايه بعد المطبخ أيه. يوم شفت جوالك من قاعدين هناك ايوه ايوه لا باي العصريه لاني العصريه عادي ما عندي العصريه شاركت العصريه نمتني ترى بعد الله وجهك شاركت انا مشاركتن طيب انت ولا ابو فهد ولا زايد الله يطول عمرك وتراها والله يا ابو عماد ولا مو انت ابو فهد والله انها من اهم المواضيع لانك هنا يا طويل السلام انت تشوف شيء يا اخوي تحس فيه عند الحين اكثر من بيحتمي فيك القريب منك يعني ابن بلدك ولا رفيق القريب فعلا والله على طريق على طريق ورحت وانت ما عاد كملت وما عاد عرقت على شيء ودينكم جلسوا تعرجون وتسولفون بعلمك على طريق هذه قبل يومين طلعت المستشفى نزلني محمد العبيان عند المستشفى وراح انا قلت محمد ودني وقعد بالمستشفى شوي قلت فيه حق العظام قال لا ما هو موجود هي تخرب ما في فايده روحت هي ما في فايده وانا طق اوبر وانا اطلب اوبر وانا اسال حق اللي اسمه يسمونه عيال اللي الريسبشن الريسبشن وانا اساله قلت يا ولد ما في مستشفى قريب قال لا في قريب هنا شوف شوف انا وانا اروح يوم فكرت ان في بنت عمرها يمكن حول 23 24 الله يرحم والديها امين وانا جيت قلت ما في مستشفى قدام قريب وين وصلت يمكن رايح مشي مو قريب مو بعيد وانت تعبان تمشي اخوي كيف قلت ما في مستشفى قريب قلت يمه انا شايفه وجهك تابع البرنامج تابع البرنامج قلت عندنا ايه في مستشفى ما تقول يا ولد قلت لا يما يما ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري تلخبطت ما توقعت ان الشخص اللي في البرنامج انه برا البرنامج توقعت هي معلمك على طول درت ما في مستشفى يوم هذا قلت انخرشت وانا اخذ وقتها ونرجع المستشفى قلت خلي على المجنون اللي جينا جنب منه لا عشان وانا اطلب اوبر هو يجيني اوبر واركب معي وديني مستشفى ثاني ويوم رحت الثاني لقيت ما في حق عظام واروح للثالث انا يوم طلعت حد حصلت زين في عظام انا يوم طلعت يعني انا طلعت عشان شيختي مو شيختي ذاك اللي معك واخذ لي عندنا تخلص النت اللي هنا في الجهه فاخذ لي شريحه ورا واحد عجل الله يخلص بابنا فائده ثلاث شهور كله بوا عنده قال يا ولد عبد الله وين المسابقه قصدي يعني انك طالع وين المسابقه فين قال يا المسابقه نجهز لنا بس بعض الامور راجعين الحين بس نبغى شريحه من عندك أبا الله أن تفطر معي أنا طالبك مدري شو أبى صلح الغداء حلفت من الفطور قالها والله نصلح الغداء طالبك بوجهه وقحطاني من الفهر شيخنا يا عبيدة شيخة عبيدة عند ربعنا الفهر رجيني شرواك الطيب إيش هذا الكلام أنا طالبك ما تروح أنا طالبك قلت أنا في وجه الله ثم وجهك كنت خليني أروح يا الله خليني أشري صدق الحين في الضحى الحين يقضي الظهر قلت اهدا وانا اعطيهم سلامتها حلف منه من غير الناس اللي يناظرونك من غير هذول العوالم افطرت عنده؟ لا خذت شيء لحد ومشيت اقول لك نفس يوم رحت اجيب الفوانيس وهاي الاشياء رايح سوبر ماركت انا السوبر ماركت اللي تحصل فيه كل شيء عاد عشان اشتري الفوانيس واشتري هاي الاشياء اللي احتاجها ليله رمضان دخلت المايك معلق هني ناسي ناسنا ويوم دخلت الرجال شفته كان يتشوع لي ويستغرب خلاف قال لي يوم عاد جيت بحاسب قال لي كيف حالك قال لي انت العماني اللي في القناه قلت لها ايش قلت اها يعني ايه زين قلت لها هو براسه قال لي يا مرحبا كيف حالك يا حي الله انا متابعينكم وانا متابعين صراحه قلت له من يعجبك من اكثر شو قال علي الجهدي والله قال قلت له من اكثر شخص يعجبك في البرنامج قال والله كلهم ونعم بس علي الجهدي وايد احب حركاته قال حتى عندنا هناك في البيت قال والدنا نفس الشيء دائم فاتح القناه هم مره ومتكي عليها الله يكرمك انا مره يومني رحت هذيك قبل قديمه وانا لقى لي واحد ها سيف قلت يا مرحبا وسلم عليه شلونك يصور معي شوي قلت والله ان نتابعكم شنو مزهريه
والله ان نتابعكم ما ادري شنو. قلت الله يطول عمرك ما ادري. قلت بالله اسمع مساك سؤال جاوبني بصراحه، انتم البيت كله ابوي يتابعه؟ قال لي. قلت علمني من تشجعون؟ قال لا مش استحى هو. قلت والله العظيم انه عادي ترى وضع عادي يعني تشجعون اي واحد قل لي اسمه ما في مشكله. قال والله العظيم تبي صحيح انا من ناحيتي والله اشجع عثمان جنيبي سلمني عليه تك. قلت ابشر وصل سلامه من اول من اول يوم خبرتني فيه على طول علمتك. ابو عباد يوم راح يزور مدري مع الربع العمانيين اللي جو فوجئ لهم واحد قال انا من ربع ايش اسمه عبدالله كيلعاني عبيدي نعم. هو صديق ولد اخوي محمود صديق صديق لهم في الخارج صديق الربع صديق الاخوه اخوك ولد اخوي اللي جاهني محمود اسمه محمود الا محمود دارسين معاهم دارسين برا اول في بريطانيا وقام ابو عماد بيض الله وجهه وصل السلام والله انه وصل من ذاك اليوم بيض الله بيض وجهك ووجهه. لا والمواقف ذي تحصل شفت المواقف هذه هذه سهله لو انك لحالك لو يسوون اللي يسوونه ولكن تدري ايش الصعب؟ لو كان معك يعني اهلك ومعك ناس لانها اول مره راح تجربها. فالحين بسالكم سؤال ابيكم تجاوبوني كل ابوك مي ويلكم ما يلعب من السؤال يلا انا اخاف من السؤال زين. الحين لو طلبت منك بنت تصور تصور ايه؟ تصورك تصورني؟ كيف يعني؟ كيف الطريقه؟ تصورني يعني قول لك تصور انت شوف وجهك لو سمحت يمكن تصورني مع اخوها الصغير او احد عادي. طيب ما معها اخ ما معها جمهور ما في شيء جمهور 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 تقرص عن طال عمرك جاوب كيف؟ غرطة خذ لك شتو اخوي عبد الله عبد الله جرب جرب عبد الله جرب جرب عند التمرين هذا عبد الله قول كذا يعني تشوفه كانه صعب عليك اسمع تبي تصور الجمهور صور وانت ابو عادي والله والله عادي الجمهور عادي مصور لكن عاد لو احد صور معه لا لا بس بشرط ماني مصور بشرط اذا كنت خلاص خلاص جاوبت خلاص ماني متشخص مثلا مرتب يعني لبس مرتب هندام صح هندام جميل اما انك تلبس لبس كذا والله مرتب ولا غير مرتب كلها واحد انا عن نفسي ابوني ما طالع من البيت الا مرتب يا في احد يطلع وهو شكله موجود دام بشوفه ان الناس دائما يكون مرتب مجلس هناك نجيب الحاجات ها تعال مجلس نجيب الحاجات يلا يود هذا يود لازم نروح نعدلها والله بك حي مجلس